السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جو أهل لبنان. أنا علي أقوم بقاعد أرلي عاطف كان أهل أم هزمتي ما دام قصوين أنا دو حنان بضم أبي سوق في الإنسان تليفون كي درتي من أبو حسن مرة كي قال قصوين كآخر ما يوان يرأي ما وانا أقل صورت لكن واحد أقوها إن أنا حريص بضنها إن شاء الله واحد هذا الربع إن أدي سوق بي مساء إن لو داقو قصة كود عدي قبر لقو مقعابو حموم وحانا جعلا إن أتلاك سيسان ما دام قليلا أنا صمالي قصوين كو وضلع وحا إذن ليان هبين ونعكس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.